شاء الله الاستعدادات زي ما انت شايف كده، ده معسكر مغلق، وزي ما شايف الشباب عندهم استعداد ان هم يأدوا بصورة مشرفة وبيشتغلوا على نفسهم فعلا، مش مقصرين. يعني انت شايف تواجده النهاردة وبيشتغل نفسيا على اللعيبة، وفي نفس الوقت عارف ان هو يمسك كل الخيوط، بيخلص كل حاجة تقريبا للعيبة، وهو فاهم ازاي يشتغل على نفسيتهم. فدي برضو يعني انت محتاج حد يحتوي المنتخب. انت عارف كويس قوي ان احنا ما عندناش دوري، احنا عندنا لعيبة، فاحنا اخدينهم من ال11 من الصالات، فانت بتشكل برضو لعيب، لكن لما يكون لعيب هو اصلا لاعب كرة شاطئية فانت بتمسك فيه، فهو فاهم كويس قوي ازاي يشتغل عليهم وازاي يطلع احسن حاجة من عنده. والله انا يعني بفضل الله يعني الحمد لله لما لعبت مع اللعيبه دي بقالهم سنتين ثلاثه نفسهم ان انا ابقى متواجد معاهم يعني. ويمكن حتى اكيد لو سالت اللعيبه هقول لك الكلام ده. فانا يعني مبسوط ان انا موجود مع الجيل ده بالذات، اللي قال عندها اصرار، عندها عزيمه، رغم ان الامكانيات اللي موجوده لحد دلوقتي ما زالت ضعيفه. اللعيبه دي رغم ان بيلعبوا في الدرجه الثالثه وممتاز بيها، عندهم امكانيات على الكره الشاطئيه هايله جدا. كان وصل ترتيب المنتخب للسابع على العالم. فدلوقتي احنا بنحاول نرجع الاسم الكره الشاطئيه ومنتخب مصر تاني. زي ما نرجع للنقطه الاساسيه ان علاقه باللعيبه علاقه كويسه جدا، الجهاز الموجود جهاز كله محترم. اعتقد اللعيبه بقى عندها ثقه في الجهاز. هي مهمه صعبه، وكمان حظنا يعني اعتبره مش كويس ان انت معاك في المجموعه تاني وتالت العالم، يعني معاك ايران ومعاك روسيا، دول تاني وتالت العالم تقريبا في التصنيف، يعني اذا ما خدنيش الذاكره كويس. فهي المجموعه صعبه جدا، وفعلا احنا بقى لنا 6 شهور او اللعيبه بقى لهم 6 شهور دلوقتي تقريبا. بس انا عندي ثقه في اللعيبه دي كويس. اللعيبه دي لعبت حوالي 4 قارات قبل كده، معظمها لعب 4 قارات 5 قارات، فعندهم الخبره. الاستعدادات طبعا احنا عاملين معسكر الفتره اللي احنا فيها دي، من يوم 14 ليوم 19 اللعيبه بنتمرن الصبح، وبنتمرن تمرينه بعد الفجر، وبنتمرن بعد العصر. اللعيبه بتستعد جامد، غير ان اللعيبه اغلبها اصلا جاهزه لان بتلعب في انديه، في تركيز جامد ان احنا باذن الله نحقق حاجه تليق بينا وباسم منتخب مصر في لعبه الكره الشاطئيه، وتليق بيعمله لنا الكابتن عبد الواحد. اغلب اللعيبه كلها او كل اللعيبه اللي موجوده مبسوطه، لان كل اللعيبه كان ليها احتكاك بالكابتن عبد الواحد لانه كان لعيب معانا في اللعبه دي، وراجل بصراحه يعني ما تحسش ان انت بتتعامل مع نجم كبير، تحس ان انت بتتعامل مع اخوك الكبير، اخ كبير ليك، داعم لينا في كل المواقف، اي حاجه بيحس ان احنا محتاجينها من غير ما احنا نتكلم معاه. بصراحة إضافة كبيرة وكبيرة قوي للكرة الشاطئية في مصر.